ان انت قلت لي الجزئيه الخاصه بالضغوط الخاصه باللقاءات واللاعبين وعدد اللاعبين. النادي الاهلي اعلن على الصفقات، ويمكن كمان في صفقتين في الطريق، منهم فيرود ومنهم فيرود تحت السن. رايك في الصفقات الجديده بالنسبه للاهلي والحاجه ليها كمان، لان اهم حاجه في انك تجيب صفقه هو انك تبقى محتاجها فعلا. رايك في الثلاث صفقات حتى الان، كريستو، خالد عبد الرحمن، ايضا مروان عطيه النهارده تم الاعلان عن الصفقه كابتن. انا طبعا سوري، خالد عبد الفتاح كابتن، خالد عبد الفتاح لاعب. انا بالنسبه لكريستو اللي هو الضاوي ده، انا بصراحه ما اقدرش ادي لك فيه راي، لان انا ما شفتوش، ما اقدرش احكم على صفقه ايه، ولكن النادي الاهلي كان محتاج في الخط الامامي. اتمنى ان يكون هو صفقه اضافه لفرقه النادي الاهلي، لان زي ما قلت لك انت بتلعب بطولات كتيره جدا، وفي لحظه بتلاقيش لعيبه معاك. يعني انت لما تيجي تتكلم على الجنب اليمين بتاع النادي الاهلي، مره واحده اتنين مؤثرين، اكرم ثم كريم فؤاد، الاثنين ربنا يشفيهم رباط صليبي. مثلا في حراسه المرمى في شوبير جاله غضروف، في ناس بتيجي لها اصابات بقى كابتن، اصابات عليه. طاهر، محمد طاهر، فتره بقى له فتره طويله ما بيلعبش، يعني انت محتاج عدد. وبيرسي تاو، فانت اتمنى ان يكون لعيب جيد يقدر يفيد، لانه انت محتاج في الخط الامامي. مروان حمدي لعيب كويس قوي وبيأدي بشكل كويس قوي، يمكن مكانه في لعيبه مهمه جدا في النادي. مروان عطيه كابتن قصدي حضرتك؟ مروان عطيه، ما انا بقول لك مروان عطيه. في طبعا ديانج، وفي عمرو السوليه، وفي حمدي فتحي. هتبقى المنافسه قويه جدا معاهم، لكن هو لعيب جيد ولعيب مهم. وزي ما قلت لك، عدد الماتشات وعدد البطولات هتلاقي نفسك بتلعب بناس كتير. يعني النادي الاهلي ممكن يكون بنسبة 90% من لعيبته المقيدة لعبت السنة دي في الدوري لغاية دلوقتي، واحنا لاعبين 12 ماتش. وكذلك الزمالك يعني، فبرضه صفقة كويسة. بالنسبة لخالد عبد الفتاح برضه لعيب جيد، وانت محتاج حد في الجانب اليمين، لأنه زي ما قلت لك أكرم وطاهر إصابات يعني طويلة، يعني نتمنى الشفاء ليهم كلهم. فهي المهم، غير إن الصفقة كمان تيجي في المكان المناسب، انه اللاعب يقدر يستحمل الضغوط اللي هتفرض عليه لما يجي يلعب في نادي بحجم جماهيريه النادي الاهلي. صحيح. اللي بيلعب بس على البطوله، اللي مطالب على طول بالمكسب، اللي هو بيخش اربع خمس بطولات في السنه جماهيره عايزه انك تحصل عليهم كلهم. فموضوع الضغوط ده بيفرق كتير قوي، لانه احنا جالنا لعيبه كانت كويسه جدا في انديتها ولم توفق وما عملتش حاجه. انت لسه والعكس بتكلم عن النقطه دي، والناس لما انا بقول مثلا مروان عطيه مهم جدا ان هو بينزل الملعب يادي بنفس الشكل اللي احنا شفناه فيه مش قصدي اكتر ان فعلا، لان في ناس جم في وقت من الاوقات كانوا هايلين جدا في انديتهم، ولكن في ظل الضغوط اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ما ظهروش بالشكل الجيد. دي موجودة محمد من ساعة ما احنا لعبنا كورة واحنا اتدربنا واحنا حتى في خارج مصر على فكرة. انت حتى في الفرق الأوروبية الكبيرة في لعيبة بيبقوا مهمين في أنديتهم، ويروحوا أندية أخرى ولا يوفقوا وما يأدوش فيها. صحيح. يعني ده على مستوى العالم كله. صحيح. بالنسبة للضغوط اللي بيتعرض ليها اللاعب في النادي الاهلي، لانه مطالب بالبطولات على طول، محاسب في كل مباراه. يعني في انديه بتتغلب اكثر من ماتش وبنتائج كبيره، الهزيمه بتعدي عادي، لكن على الاهلي والزمالك ما بتعديش عادي. صحيح. الاستوديوهات التحليليه والجمهور والسوشيال ميديا وكل الناس تقعد تتكلم اسابيع ان النادي الاهلي اتعادل او الزمالك اتغلب، او ففي ضغوط على طول. صحيح. فدي نقطة مهمة. طيب. وأحيانا بيجي لنا لعيبة فاروق مش بضجة كبيرة وتلاقيهم نجحوا نجاح كبير قوي. يعني أنت بتتكلم مثلا على واحد زي حمدي فتحي. حمدي فتحي يمكن من أقل الصفقات اللي جت بضجة في وسط النادي الأهلي. يعني في صفقات جت بضجة كبيرة جدا عنه ومشيت، لكن حمدي فتحي مثلا جه أثبت نفسه وأثبت إنه لعيب مهم وبيأدي بصورة جيدة جدا مع فرقة النادي الأهلي، وفاد النادي الأهلي كتير، رغم ان هو جه يعني بدون الضجة الغير عادية للاعيبة آخرين. يعني وفي ناس يمكن ما جاتش واخدة بالها
من صفقه حمدي لما جه. صحيح. كابتن اسامه خليني اسالك سؤال، لو كابتن اسامه موجود في الجهاز الفني للنادي الاهلي وعايز يبدي رايه في بعض الاعارات اللي تمت طبعا من النادي الاهلي لانديه اخرى، يعني واحد زي عمار طبعا الاصابه الطويله ممكن يكون فرصه ليه ان هو يروح الاتحاد، لكن واحد زي زياد طارق، واحد زي محمد محمود، هل كنت مثلا من الناس اللي ممكن تبقى، وحسام حسن كمان، هل كنت ممكن تبقى من مؤيدين لاعارتهم ولا ان هم ياخدوا فرصه في الفتره اللي جايه مع الفريق كانوا يأثروا؟ بص يا فاروق، حس ان هم لعيبه كويسين فهم لعيبه كويسين، ولكن احيانا الظروف تجبرك انك تروح اعاره. بمعنى ايه؟ انا مثلا واحد زي محمد محمود لعيب كويس طبعا، ولكنه اربع سنين في النادي الاهلي حصلت له ظروف، اصابات، ما بيلعبش، بعد. انا وجهه نظري الشخصيه ان هو اصلح له واحسن له ان يروح اعاره زي ما حصل مع كريم نيدفيد ولا زي ما حصل مع عمار حمدي قبل كده، ان يروح ويلعب ويثبت نفسه ويلعب بصفه مستمره ويظهر بصوره جيده. والله هو تبقى الموضوع في ملعبه قدر يبقى متواجد بصوره حلوه وموجود، هيرجع النادي الاهلي هيرجعه احسن. صحيح. لكن لا، لكن ممكن يقعد وبرده ما يلعبش والراجل ما ياخدش باله منه ويقول لك ده مثلا بقاله ثلاث سنين نسبه مشاركاته قليله قوي. فممكن احيانا بتبقى في صالح اللاعب وفي صالح النادي. برده مع عمار حمدي بقاله فتره طويله ما بيلعبش وكده، افضل له انه يروح يلعب ويحتك وكده. حسام حسن نفس الشيء، يمكن ما خدش فرصه يا كابتن. ايوه، ما انا بقول لك يمكن ظروفه ما سمحتش قوي، لكن برضو حاجه كويسه ان يروح ويلعب ويحتك ويلعب لكن بالنسبه لزياد طارق، يعني دي يمكن انا شويه بقول انه برضو الاعاره هتفيده انه يلعب ويظهر نفسه وانه يبقى باين انه هو واعد، ولكن هي وجهات نظر. كان ممكن جدا يستمر على اساس انه لسه طالع، يمكن كان يجي له وقت انه يلعب، خاصه ان احنا كنا محتاجين ناس في الاجنحه بالذات يعني، ولكن ابتدى في ناس ترجع بتالق وصورتها اتحسنت الفتره الاخيره زي حسين الشحات، يعني من الناس اللي ابتدت في الفتره الاخيره ترجع تاني للمستوى الطبيعي بتاعها وبيأدي بشكل كويس. لكن دي وجهه نظري بالنسبه لزياد طارق. طيب.